إنها الحرب الإلكترونية الشاملة بأبعادها العسكرية والمدنية. يفسر العلماء قواعد الحرب الإلكترونية العسكرية بأنها استخدام لكل موجات الطيف المغناطيسي جواً وبحراً وبراً وصولاً إلى الفضاء الخارجي بهدف الدفاع والتشويش والهجوم. الأقمار الصناعية والرادارات والطائرات دون طيار وقواعد التحكم التجسسي كلها أدوات عسكرية أساسية في الحروب الإلكترونية. أما الحرب السايبرية أو الافتراضية فهي حاضر ومستقبل الحروب الإلكترونية، أدواتها الحواسيب والفيروسات وقراصنة الإنترنت. بالتأكيد العديد من الدول المتطورة دخلت مجال الحرب الافتراضية أو هي بصدد إنشاء وحدات متخصصة ضمن وزارات الدفاع تستطيع التعامل مع هذا النوع من الحروب. هي تسمح لدول ومنظمات صغيرة وعدد بسيط من الأشخاص الأذكياء وأجهزة كمبيوتر جيدة القيام بالكثير. لست بحاجة إلى طائرات ودبابات أو جيوش، يمكنك اختراق أي بلد واحد ضرر دون أن تتحرك من مقعدك. مجتمع المعلومات هو أقوى من مستخدم المعلومات ومن مستخدم المعدات التكنولوجيا، وهذا المجتمع أنت ما فيك تواجهه، ولكن لازم تنتبه كيف أنت بدك تتعامل معه. لا شك أن مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت كفيسبوك وتويتر ويوتيوب كان لها الأثر البالغ في توجيه مسار الثورات العربية التي تفجرت بداية العام 2011 والذي اعتبر عام المواطن العربي الإلكتروني بامتياز. فبواسطة كاميرات الهاتف المحمول والكمبيوتر وخدمة الإنترنت تحول عدد كبير من المواطنين في تونس ومصر وليبيا والبحرين واليمن وسوريا إلى مصورين ومراسلين افتراضيين. ربما استطاعت الأنظمة الحاكمة التشويش على القنوات الإخبارية وسعت إلى شل حركة عشرات المراسلين العرب والأجانب، لكنها لم تستطع إيقاف آلاف المواطنين الذين تحولوا إلى وكالات أنباء متنقلة وخلايا افتراضية للتعبئة العامة. لكن حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني ليست بلا حدود. استخدمت إدارة فيسبوك تكتيك الكر والفر الإلكتروني مع الثورات العربية ومع إسرائيل وفلسطين أيضا. يوم 6 مارس 2011 وتأثرا بالثورات أنشئت صفحة على فيسبوك بعنوان الانتفاضة الفلسطينية الثالثة. أرعبت الصفحة إسرائيل بعد أن وصل عدد أعضائها إلى أكثر من 350,000. دعوا لمسيرات شعبية إلى الحدود الفلسطينية عبر الدول العربية المجاورة إحياء للذكرى 63 لنكبة فلسطين. بعث وزير الإعلام الإسرائيلي يولي إدلشتاين برسالة عاجلة إلى مارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك يطلب منه إيقافا فوريا لصفحة الانتفاضة الفلسطينية الثالثة لأنها صفحة تحريضية على حد زعمه. ردخت إدارة فيسبوك للضغط الإسرائيلي وأغلقت الصفحة. لكن في صباح 15 مايو 2011 كان الآلاف من الفلسطينيين والعرب يتوجهون إلى حدود فلسطين من الجولان السوري والجنوب اللبناني وحدود الضفة الغربية وقطاع غزة. اجتازوا الأسلاك المكهربة ووصلوا إلى أرضهم المحتلة. لم يأتي الرد الإسرائيلي إلكترونيا افتراضيا، بل كان قتلا واقعيا ل13 شابا فلسطينيا. حسن حجازي مواطن فلسطيني من سكان سوريا أحد ناشطي الفيسبوك استجاب للدعوة وعبر من الجولان وعاد مؤقتا إلى موطن أجداده يافا. نحن اللي نظمنا المظاهرات بالفيسبوك. أنا كان حلمي أنه أجي على يافا لأنه هي بلدي، بس كنت متوقع أنه حتى لو قدرت لح يكون مع ملايين أو زحف مليوني مثل ما دعوا على الفيسبوك. توعد الناشطون الإلكترونيون بزحف أوسع نحو فلسطين، وتوعدت إسرائيل بدورها محاربة العودة الفلسطينية عبر إنشاء حساب على تويتر وفيسبوك بعنوان إسرائيل تتكلم بالعربية تديرها وزارة الخارجية الإسرائيلية، وصل عدد أعضائها إلى 70,000، معظمهم من الناشطين العرب الذين عقدوا العزم على المواجهة الإلكترونية وإسقاط الصفحة.
أمثلة حية على حرب إلكترونية مفتوحة تستخدم فيها كل أنواع التعبئة والتجييش. لكن محللين إسرائيليين وعرب يحذرون من مخاطر كبرى لمواقع التواصل الاجتماعي. التكنولوجيا العصرية تستخدم لأهداف مدنية وعسكرية. الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية حذرت الجنود من التواصل عبر الفيسبوك وألا يستدرجوا لكشف الأسرار. حماس أصدرت تحذيرا لسكان غزة أن ينتبهوا من محاولات إسرائيل استخدام الفيسبوك لتجديد عملاء وسط السكان. الطرفان يستخدمان الفيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للتجنيد. Social networks as a recruitment method. هناك تفتيش على حياة الناس عبر المكالمات والمسجز اللي عم بيرسلوها بالفيسبوك وبالتويتر. هيدا الشيء خطير ومنه مضبوط. ليش؟ لأنه غير شرعي. ولكن في شيء أخطر من هيك. في هناك إمكانية عبر الفيسبوك لتجنيد ناس لغاية تجسسية. العديد من الدول تجد سهولة في استخدام الإنترنت للحصول على معلومات لأهداف محددة تؤدي لإجراءات محددة، كأن تكون لهدف الاعتقال أو الاغتيال أو التجنيد وهكذا. رغم الفوائد المعلوماتية الهائلة التي توفرها الإنترنت، يعترف خبراء الحروب السيبرية الأمريكيين أن الإنترنت تحولت إلى وحش إلكتروني يستحيل التحكم به. يتخوفون من السيناريو الأسوأ أو بيرل هاربر جديد، خاصة بعد محاولات القرصنة التي طالت مرافق حيوية كالكهرباء والمصارف وخطوط الاتصالات والنقل وصولا للبنتاغون ولشركات تصنيع السلاح الأمريكية الكبرى، كما حصل مع شركة لوكهيد مارتن أواخر مايو 2011. هذا إضافة إلى فضيحة تسريبات ويكيليكس التي هزت عرش الدبلوماسية الأمريكية. لذا بدأت استراتيجية السيطرة على هذا الأخطبوط الإلكتروني لقطع أوصاله الأمنية. الفضاء السايبري حقيقي مع المخاطر المترتبة عليه. من الآن وصاعدا بنيتنا التحتية الرقمية وشبكاتنا الحيوية سيتم التعامل معها على أنها واجب استراتيجي قومي. في 16 من مايو 2011 نشر الرئيس الأمريكي باراك أوباما استراتيجية بلاده المستقبلية لقواعد التعامل مع الفضاء الافتراضي في مجالات الدفاع والأمن والدبلوماسية وكيفية التعاطي الإلكتروني مع التطورات الدولية. رصدت الولايات المتحدة 30 مليون دولار لمكافحة الرقابة الإلكترونية التي تفرضها الأنظمة القمعية كالصين وإيران، على حد قول مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، حيث سيتم نسخ المعلومات الممنوعة وإعادة نشرها على الإنترنت. بعد إعلان الاستراتيجية الأمريكية، كثفت الصين من رقابتها على الإنترنت معتبرة أنها في حرب إلكترونية مفتوحة مع أمريكا. كما أعلنت إيران عن استراتيجية مضادة بإنشاء شبكة إنترنت خاصة منفصلة عن الشبكة العالمية. يعتبر وادي السيليكون موطن أكبر شركات الكمبيوتر وتكنولوجيا الإنترنت على الإطلاق. في هذا الوادي أيضا جنوب خليج سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يسكن فيسبوك وجوجل ويوتيوب وآبل ومايكروسوفت ومئات الشركات الإلكترونية. يستقطب موقع فيسبوك الذي أطلقه مارك زوكربيرغ عام 2004 قرابة 700 مليون مستخدم، ومن المرجح أن يتخطى عددهم عتبة المليار نهاية عام 2012. يتفاعل مستخدمو فيسبوك شهريا ب 30 مليار مادة إلكترونية من المعلومات والصور والأخبار والإعلانات وبسبعين لغة عالمية. يمضون قرابة 700 مليار دقيقة أمام شاشات الكمبيوتر شهريا. ما
موقع يوتيوب أيضا، والذي أطلق أول أفلامه عام 2005، يعتبر الأكثر تأثيرا وقدرة على استيعاب المعلومات الإلكترونية. تصل حركة مشاهدة الأفلام عبره إلى 2 مليار مشاهدة يوميا، ويتم تحميل 24 ساعة من أفلام الفيديو كل دقيقة. أما موقع تويتر الذي أسسه جاك دورسي عام 2006، فقد سجل رقما قياسيا من الأعضاء بعد زلزال اليابان المدمر في 11 من مارس 2011، حيث انضم إليه أكثر من 500,000 مشترك في يوم واحد. كما زاد عدد مستخدميه إبان الثورات العربية، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 280,000,000 مشترك يتداولون أسبوعيا 1 مليار جملة خبرية. جذب تويتر وزارات الدفاع والخارجية والسفارات والصحف عبر العالم، وكلها تتواتر بالمعلومات فيما بينها وبين المستخدم العادي. لكن مفاجأة المشتركين كانت في 9 مايو 2011، حين انضم علنا إلى مستخدمي تويتر البوليس السري التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI. وحسب الخبراء، لا توجد ضوابط أخلاقية وقضائية تضمن حقوق المستخدمين وتمنع الأجهزة الأمنية من التجسس على مليارات البيانات الشخصية والمعلومات المتداولة. تواصلنا عبر الإنترنت مع سبنسر أكرمان، المتخصص في الحروب الإلكترونية من صحيفة وايرد الأمريكية. يوجد في الولايات المتحدة أشخاص ما زالوا قلقين من مسألة الحماية الإلكترونية، لكن بالنسبة لغير الأمريكيين لا توجد قوانين أبداً. السؤال: ماذا يمكن أن يوفر تويتر وفيسبوك لجهاز تجسسي؟ لقد رفعت قضايا ومحاكم عندما حاول موقع تويتر تقديم معلومات عن أشخاص تضامنوا مع ويكيليكس. رياض بحسون، الخبير في مجال الاتصالات والأمن الإلكتروني، يؤكد دور أجهزة الاستخبارات في اعتراض البيانات عبر الإنترنت. الأجهزة الأمنية مثل FBI أما CIA اليوم غرقانة بعشرات المليار، عشرات البلايين المعلومات كل ساعة. أنت تخيل أنه كل يوم بالعالم عم بيتبادل 74 بليون SMS بالعالم. في إمكانية لاستلام كل هالمعلومات، بس شو بتعمل فيها؟ صارت حياتنا على الانترنت، من معلوماتنا الشخصية للإيميلات للكريدت كارد، كلياتهم هول عم نتبرع فيهم للمواقع على الانترنت. مواقع مثل فيسبوك وجوجل وأمازون هاللي بيضغطوا عليهم حكومات بيعرفوا شو في عندهم كمية هائلة من المعلومات، وصارت انه طلبوا معلومات شخصية من هالمواقع، وهالمواقع تبرعوا بهيدي المعلومات. حاول التفكير فقط، كم بصمة إلكترونية تترك من حولك في الكمبيوتر الشخصي والهاتف والبطاقة الائتمانية؟ لابد أن تترك توقيعا إلكترونيا في حياتك اليومية. هذا يسهل عمل الجهة التي تريد أن تستقصي عنك معلومات استخبارية. أي معلومات عني أو عنك هي بمتناول كل من يريد أن يعرف هذه البيانات الشخصية محليا ودوليا. بالتأكيد الجماعات الإرهابية والمخابرات وحتى الدول يمكنها الحصول على هذه المعلومات بسهولة. في مقابلة تلفزيونية بداية مايو 2011، أكد جوليان أسانج مدير موقع ويكيليكس الشهير أن فيسبوك يعد أكثر أدوات التجسس رعبا تم ابتكارها في التاريخ البشري. اتهام أسانج طال أسماء أخرى كبيرة في عالم التكنولوجيا مثل ياهو وجوجل وشركات أمريكية كبرى، اعتبرها أسانج مجرد واجهات لوكالة CIA. لكن أسانج نفسه أصبح هو الآخر مثار جدل مخابراتي كبير بعد نشره في ديسمبر 2010 مئات الآلاف من الوثائق السرية التابعة لوزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين، التي سربها الجندي الأمريكي المتهم برادلي مانينغ.
اختلطت بعد هذه التسريبات كل نظريات المؤامرة ومفاهيم حرية التعبير ومحظورات الأمن القومي. جيفري كار المتخصص في الحرب السيبرية ينفي عن ويكيليكس نظرية المؤامرة. الجميع داخل الحكومة الأمريكية وخارجها يخشون ويكيليكس، ليس فقط ويكيليكس بل الخشية أيضا من الأفراد كالجندي المتهم بتسريب هذه المعلومات السرية. لكن لا أفهم كيف يفكر الأشخاص الذين يؤمنون بنظرية المؤامرة. بالحكومة الأمريكية عم بيقولوا للموظفين ممنوع تروحوا على ويكيليكس، ممنوع تقروا على الإنترنت، مش إنه ممنوع تنشروا المعلومة، ممنوع تقروا المعلومة، يعني شيء شوي بضحك. ألون بن ديفيد محلل الشؤون العسكرية والأمنية في القناة العاشرة الإسرائيلية متفاجئ من هشاشة التحصين الإلكتروني الأمريكي. لقد تفاجأت كثيرا بأن بلدا محصنا كالولايات المتحدة الأمريكية يصبح مكشوفا ولا تنتبه لعسكري عادي يجلس وينقل كمية من المعلومات من شبكة داخلية دون أن يتم كشفه. هذا ما فاجأني. حرية التعبير هي سقافة الانترنت، وهي منا ناطرين، ما حدا ناطر الحكومات لحتى يخبرون شو يعملوا. وطالما في هالكم هائل من الناس اللي بدهم ينشروا المعلومات، المعلومات حتنشر ولا في حكومة تقدر توقفها. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. بعد ضرب موقع ويكيليكس من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية، قامت مجموعة من قراصنة الإنترنت يعرفون باسم أنانيموس أو المجهولون بضرب مواقع ماستركارد وأمازون وتأخير عملياتها النقدية لساعات. مروان طاهر مهندس الكمبيوتر يشرح أسلوب القرصنة الإلكترونية عبر الإنترنت من خلال برامج متوفرة للعموم أشهرها LOIC الذي يحجب الخدمة عن المواقع المستهدفة. بموضوع ويكيليكس الهجوم اللي صار اسمه Distributed Denial of Service Attack أو هجوم متوزع لحجب الخدمة، وهذا الهجوم اللي بتعمل لما بتجمع على موقع اللي عم بيقدم خدمة على الانترنت بتجمع كمية هائلة من الكمبيوتر لحتى يروحوا كلياتهم نفس الوقت على الموقع لحتى الموقع ما يتحمل هذا الضغط. يعني بدك تفكر فيها كأنه أنت رايح على بناية وعلى مدخل البناية عم تحشد قد ما فيك عالم قدام مدخل البناية لحتى ما تسمح لحدا يفوت ويظهر من هذه البناية. الرقابة الفيدرالية حاولت إيقاف موقع ويكيليكس لأن كشف معلومات سرية هو جريمة، ليس نشرها هو الجريمة بل سرقتها في الأساس. إن إقفال الموقع صعب جدا لأنهم سينشرون عبر مواقع أخرى. أنانيموس الذين أصبحوا رمزاً للمهاجم الإلكتروني الظريف بأدائهم وشعارهم وقناعهم الجذاب المستوحى من فيلم سينمائي شهير، اعتبر البعض أنهم إرهابيون إلكترونيون أو مرتزقة افتراضيون، لكنهم أعلنوا أن دعمهم لويكيليكس جاء لإيمانهم بشفافية المعلومات وحرية التعبير على شبكة الإنترنت. ومن هذا المنطلق نشطت هذه الجماعة بشكل كبير خلال الثورات العربية أيضا. هاجمت مواقع حكومية عربية واعتمدت وضع فيديو على الموقع المستهدف وأسمت هجماتها بعمليات تونس ومصر وليبيا والجزائر والبحرين وسوريا. ينشط قراصنة الانترنت في معظم دول العالم، لكن الحرب الإلكترونية الخفية بين الولايات المتحدة والصين بدأت تأخذ أبعادا خطيرة. شهد النصف الأول من العام 2011 آلاف عمليات القرصنة الإلكترونية المتبادلة في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية.
التجسس الإلكتروني هذا ما تقوم به الصين، ليس فقط ضد أمريكا بل ضد عدة دول مثل فرنسا كما حصل مع شركة رينو. في الولايات المتحدة تم التجسس على مشروع طائرات F-35 وسرقة معلومات كثيرة مهمة. التقينا في ضواحي العاصمة الصينية بكين السيد هان، قرصان إنترنت محترف طلب عدم الكشف عن هويته. أنا لست من العاملين في المخابرات، لذلك لا يمكنني أن أؤكد حدوث هذا الأمر، وحسب معرفتي فإن أجهزة مخابرات عدد من الدول ووكالاتها الأمنية السرية لديها مواقع معزولة عن الشبكة الخارجية، وهي تحتاج لتقنيات اختراق خاصة يستخدمها القراصنة، وهو تحدي صعب. لكن سمعنا عن قراصنة نجحوا في الهجوم على بعض مواقع أجهزة المخابرات الغربية. يتهم خبراء الولايات المتحدة الصين ودولا أخرى بأنها تدير جيشا من القراصنة الإلكترونيين الذين يعملون لحساب أجهزة المخابرات. توجد أدلة غير مباشرة بأن بعض الدول لديها علاقة عمل متينة مع مجموعات من القراصنة، ومن هذه الدول تركيا وإيران وروسيا والصين. لا بد أن نفرق بين سلوك الهاكرز الشخصي وسلوك الدولة، وعلينا أن نفهم أن سلطات بعض الدول تستخدم القراصنة وتستأجر من لديهم القدرة التقنية لخدمة أهداف عليا للدولة. كل هذا متوفر ولا يجب أن تتهم الدول بعضها البعض، فكل شيء جائز وممكن في تلك الحرب، هذا طبيعي جدا. حرب إلكترونية صينية أمريكية، أهم فصولها كان إغلاق الحكومة الصينية لموقع جوجل في مارس 2009. تتهم الصين الولايات المتحدة بأنها تستخدم جوجل للتجسس عليها. في المقابل يتهم جوجل الحكومة الصينية بأنها تعبث بخدمة البريد الإلكتروني الخاص بمستخدميه وتمارس رقابة شديدة. حرب إلكترونية عسكرية خفية تدور أيضا بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. مسرحها الأول كان مفاعل نطنز النووي، أدواتها الصاروخ الإلكتروني ستاكسنات. بدأت الحرب الإلكترونية بين إيران والولايات المتحدة إبان مظاهرات المعارضة الإيرانية المنددة بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009، تلك الانتخابات التي أوصلت الرئيس محمود أحمد نجاد إلى الحكم مجددا. حجبت السلطات الإيرانية حينها خدمات الاتصالات الخليوية والإنترنت، لكن مشاهد الفيديو ظلت تتسرب عبر مواقع يوتيوب وتويتر الذي اعتمد عليه الإصلاحيون في تنظيم تحركاتهم. كان لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون دورا خفيا في الدعم الإلكتروني، إذ طلبت من إدارة تويتر فتح فضائها الإلكتروني ودعم المتظاهرين. إحدى معاني حرية التعبير عن الرأي هو استخدام تويتر، فهو مهم جدا ليس فقط للإيرانيين بل لكل الناس حول العالم وخاصة الشباب منهم. لم أكن أعرف بعد طريقة كتابة كلمة تويتر، لكن يبدو أنه مهم جدا. لكن نوعا جديدا من الحروب الإلكترونية العسكرية الاستباقية تكشفت ملابساته في يونيو 2010 حين رصدت شركة أمنية من بيلاروسيا فيروسا إلكترونيا فتاكا أطلق عليه اسم ستاكسنات.
أظهرت الأبحاث التي أجرتها شركة سيمانتك المتخصصة بالأمن الإلكتروني أن الفيروس أصاب مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في 10 دول حول العالم، بينها 60% من الأجهزة في إيران، وأن مئات الحواسيب المشغلة لأجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز النووي الإيراني قد أصابها ستاكسنات بشكل شبه كامل، مما أدى إلى تغيير برمجتها، وقد اعتبره الباحثون أول وأعقد صاروخ إلكتروني في التاريخ الحديث. ستاكسنات أو اللي سموه الصاروخ الإلكتروني هو كان شكله مبرمج لحتى يهاجم نوع معين من الكمبيوترات، الكمبيوترات اللي ماشي عليه ويندوز وكمبيوترات اللي ماشي عليها برامج سيمنز، واللي برامج سيمنز للتحكم بآليات اللي بيستعملوها بالمفاعل النووية. إنه نوع معقد من الفيروسات. عندما تقرأ عن 100,000 كمبيوتر متضرر فهذا ليس دقيقا. بالأساس هو فيروس ينتقل ضمن عدة مراحل. أولا يتم نقله عبر شخص ما يدخل المكان وبحوزته جهاز USB يوصله بكمبيوتر واحد، وعندها يبدأ الكمبيوتر بالتفاعل ضمن شبكته الخاصة. الستاكسنت بينتقل عبر USB. أوكي. USB هيدا فينا نستعمله لحتى ننقل فايلات من كمبيوتر لكمبيوتر إذا ما نن موصولين على نتورك. فبيجي أنا بحط الستاكسنت على USB. بعدين لما شكه بالكمبيوتر حينتقل الفيروس من USB وللكمبيوتر، صار الفيروس هلأ على الكمبيوتر، لحتى لما أسحب USB بكون الفيروس صار شغال على الكمبيوتر. منشأة نطنز ليست متصلة بشبكة الإنترنت، ومع هذا تم زرع فيروس داخل جهاز كمبيوتر وأدى إلى تعطيل المنشأة. هذا يعطي فكرة عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه صناعة الفيروسات. في 30 نوفمبر 2010 أقرت إيران بالهجوم الإلكتروني على لسان الرئيس محمود أحمد نجاد. لقد استطاعوا الإضرار بعدد محدود من أجهزة الطرد المركزي من خلال هذا الفيروس الذي زرعوه في بعض الأجزاء الإلكترونية. إنها خطوة سيئة وغير أخلاقية، لكن لحسن الحظ اكتشف خبراؤنا هذا الفيروس. لن يستطيعوا معاودة الكرة. سنوقف مسار هذه الهجمات إلى الأبد. لم يحدد الرئيس الإيراني الجهة المسؤولة عن الهجوم، لكن في 15 يناير 2011 نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا يكشف دور الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في تطوير فيروس ستاكسنات بهدف عرقلة مساعي إيران لإنتاج قنبلة نووية. أعتقد أن نيويورك تايمز لن تغامر بهكذا معلومات دون التأكد من أن مصادرها ذات مصداقية عالية. وكما أعلنت الصحيفة فالعملية كانت مشتركة، أقرها الرئيس السابق بوش ومن ثم تم تفعيلها عبر الرئيس أوباما. أعتقد أن هذا صحيح، بأن إسرائيل والولايات المتحدة عملوا بشكل مشترك لتطوير هذا الفيروس لضرب أجهزة سيمنز في إيران. جيفري كار المتخصص في الحروب السيبرية والمتعاقد مع وزارة الدفاع الأمريكية يشكك في الاتهامات الموجهة ضد إسرائيل والولايات المتحدة. لا أعتقد أن هذه المعلومات صحيحة مهما كان مصدرها. هناك جهات إسرائيلية أخرى يمكن أن تشكك بذلك. مقال نيويورك تايمز لا يملك أدلة، أدلته تساوي صفرا. لن أنفي كل الاحتمالات بما فيها المسؤولية المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة، وأن يكون هناك دول متورطة أيضا، على سبيل المثال ألمانيا. نظام الكمبيوتر الذي هاجمه الفيروس كان من صنع شركة سيمنز الألمانية، وطالما أنها شركة ألمانية يمكن توقع تورط الحكومة أو المخابرات الألمانية BND في مساعدة الولايات المتحدة،
وربما البريطانيون أيضا ساعدوا في تطوير الفيروس الذي هاجم المنشآت النووية الإيرانية. لم يذكر أي مسؤول رسمي أمريكي أو إسرائيلي اسم ستاكسنت، لكن رئيس جهاز الموساد الأسبق مائير داغان ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون صرحا بشكل منفصل ومغتضب بعد الهجوم بأن طموحات إيران لصناعة السلاح النووي سوف تتأخر لسنوات. أما معدو تقرير نيويورك تايمز فكشفوا تباعا أن فيروس ستاكسنت قد تمت تجربته داخل مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي. التقرير يذكر أن إسرائيل قامت بتقليد منشأة ناتانز الإيرانية واختبرت جهاز طرد B1 ضمن منشأتها النووية في ديمونة. من يؤكد ذلك؟ يمكن أن أزعم أن التجارب على الفيروس تمت في أحد متاجر الوجبات السريعة، لأن أحدا لم يتوقع بأن سلسلة مطاعم تدير مختبرا سريا، وهذا ينطبق على المصادر التي زعمت بأن الاختبار جرى داخل مفاعل ديمونة والذي في الأصل لم يحدث. أفترض أن إسرائيل ولكي تفهم تطوير الفيروس فهي بحاجة لأجهزة الطرد، وأين ستجد هذه الأجهزة في مكان غير مفاعل ديمونة؟ ولهذا ربما بنت نموذجا داخل ديمونة لمراقبة تأثير الفيروس على أجهزة الطرد، لأنك قبل أن تستخدم هذه الأداة الهجومية يجب أن تتأكد من مدى فعاليتها. في 17 من إبريل 2011 أعلنت إيران أنها ستقاضي شركة سيمنز الألمانية متهمة إياها بتوفير المعلومات التقنية لأعداء إيران حول ثغرات في نظام سكادا المشغل لأجهزة الطرد المركزي ومصانع الغاز والكهرباء والنفط، مما كاد أن يتسبب بكوارث وخسارة لأرواح عدد من العلماء الإيرانيين. بدأت هذه الحرب الإلكترونية التجسسية المفتوحة تأخذ أبعادا استراتيجية بديلة عن الحروب التقليدية. This building will be attacked 3 million times today. في هذا الشريط الدعائي يروج البنتاغون للتجنيد ضمن وحدة القيادة السيبرية التابعة لسلاح الجو الأمريكي، وهي وحدة أنشئت في عام 2009 لمنع القرصنة الإلكترونية والدفاع عن شبكات الكمبيوتر الحيوية، إضافة لدورها في التخطيط لهجمات إلكترونية استباقية. تتصل السايبر كوماند بعدة أجهزة أمنية أمريكية، وهي بمثابة مركز ضخم لجمع المعلومات، وهي ليست فقط موجودة في الولايات المتحدة، لقد أعلنت الصين عن تأسيس مركز مماثل لقيادة الفضاء الافتراضي. من الطبيعي جدا أن تقوم أي دولة بحماية أسرارها وتتخذ إجراءات لحماية أمنها القومي. هذا الأمر ليس في الصين فقط، بل في كثير من دول العالم يقومون بحماية أسرار الدولة وخاصة في المجالات العسكرية. لم يفاجأ خبراء الأمن الإلكتروني بدور إسرائيلي في تطوير فيروس ستاكسنت، لأن المخابرات الإسرائيلية والجيش يسعيان إلى إنشاء قيادة سيبرية حربية شبيهة بالسايبر كوماند الأمريكية، هدفها جمع المعلومات الاستخبارية عبر كافة شبكات الاتصالات المتاحة. يوسي ملمن محلل الشؤون الأمنية في صحيفة هارتس الإسرائيلية يكشف عن هيكلية الأمن الإلكتروني الإسرائيلي. الشباك هو رسميا مسؤول عن حماية البنى التحتية والحواسيب والشبكات، وكما قال الجنرال عاموس يدلين سابقا إن المخابرات الإسرائيلية لديها إمكانيات هجومية يمكن استخدامها. في الهيكلية الأمنية الإسرائيلية المجال الإلكتروني السايبري يتوزع على الجهاز الاستخباري الذي يتحكم بالإمكانيات الهجومية وقطاع الاتصالات الذي يتحكم بالإمكانيات الدفاعية. نعم، نحن نعيش مرحلة البعد الخامس للأدوات الحربية.
استخداما تكنولوجيا بتشمل الجي اس ام والقمر الصناعي والتصوير عبر طيارات الاستطلاع والخبرة اللي بتتمتع فيها اسرائيل. ما اسرائيل عندها 8000 بي اتش دي دكتور بالجي اس ام فقط، 8000 شغالين للدولة الاسرائيلية. تخيل شو يعني. أعتقد أن إسرائيل هي من أكثر البلدان تطورا في مجال الجمع الاستخباري للترددات، وإن كانت إسرائيل مهتمة بمنطقة محددة أعتقد أن لديها الإمكانية الكاملة لمعرفة الكثير عن المنطقة المستهدفة والناس المحيطين بها. أقرب مثال على ما يشير إليه ألون بن ديفيد هو الصراع الحربي والإلكتروني بين إسرائيل ولبنان بأجهزته الأمنية وبمقاومته المتمثلة بحزب الله. تنتشر على الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة شبكة واسعة من الآذان والعيون الإلكترونية، عبارة عن قواعد تجسس إسرائيلية متطورة أكبرها على الإطلاق. هذه القاعدة الواقعة في منطقة اللبونة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ترصد هذه القاعدة كل الاتصالات الخليوية الممتدة عبر الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا وفلسطين والأردن. شتاء العام 2010 اكتشفت مخابرات الجيش اللبناني بالتعاون مع أمن المقاومة في حزب الله منظومات تجسس إسرائيلية متطورة مموهة على شكل صخور في أعالي جبال صنين والباروك اللبنانية الاستراتيجية. العميد المتقاعد في الجيش اللبناني محمد عطوي الخبير في سلاح الإشارة يشرح طبيعة الأجهزة التجسسية المكتشفة. كل منظومة من هذه الأجهزة تتألف من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو عبارة عن مراقبة، أجهزة كاميرات للمراقبة تعمل على أشعة الليزر وباستطاعتها أن تلتقط الأهداف ليلا ونهارا. الجزء الثاني هو جهاز إرسال واستقبال، وهذا الجهاز الإرسال والاستقبال يمكن إدارته والتحكم به عن بعد. أضف إلى القسم الثالث وهو عبارة عن ركائم أو بطاريات ناشفة تعمل بواسطة أشعة الشمس. أما مهندس الاتصالات رياض بحسون والذي يتابع عن كثب نشاط العلماء الإسرائيليين في علم الاتصالات فيكشف عن دور إضافي خطير لهذه المنظومات. هذا اللي حصل بسنين وبالباروك، واللي حصل بالباروك بال2009 هيدا أكثر من كارثة، لأنه هيدا بناء شبكة من قبل دولة أجنبية على أراضي لبنانية، هيدا امتداد للشبكات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. وهناك معلومات مثلا أنه بهيدا المساحة في هناك ارتباط إشارة، يعني في إشارة بتودي مش للشبكات اللبنانية بل للشبكات الخليوية الإسرائيلية اللي لبنان ما عنده اتفاقية رومينج معها. لقد سألت عن هذا الجهاز الذي عرضه حزب الله معلنا عن اكتشافه حديثا، وتبين لي أن هذا الجهاز تم تصنيعه أواخر الثمانينات وهو جهاز قديم جدا. شو المانع أنه المقاومة تكون كشفت هذه الأجهزة من مدة وأن استخدمت هذه الأجهزة لبث ربما معلومات غير صحيحة لتضليل العدو؟ هذا ما يسمى في الحرب الإلكترونية التضليل. إسرائيل بتملك محطة على جبل ارتفاعه 3400 متر على الحدود بين تركيا وسوريا تحت اسكندرون. بعتقد أنه الصنين تستخدم كمان لاستقبال إرسال من المحطة اللي بتملكها إسرائيل بهذا الجبل مباشرة. وتخيل إذا شفت أنت على الخريطة أنه هيدا بغطي كل الساحل السوري وبتوصل على صنين وبتروح للباروك. مثلا طيارة استطلاع مش بالضرورة قمر صناعي، طيارة استطلاع فقط في إمكانية بنكزة أنك تغطي تلتين من المساحة الأراضي السورية أيضا. أنا متأكد أن إسرائيل تدير عدة أنواع من أجهزة المراقبة والتجسس داخل لبنان مستخدمة الوسائل الجوية والأرضية والبحرية لجمع المعلومات عن نشاطات حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية.
في حربه الاستخبارية مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وحزب الله، استخدم الموساد الإسرائيلي مئات الجواسيس والمعدات الإلكترونية. أحد هؤلاء هو العميل جيم الذي أوقف في فبراير 2010. استخدم هذا العميل تقنيات تجسسية معقدة، أهمها نظام تكفى المتصل بالأقمار الصناعية بواسطة هاتف محمول معدل وجهاز كمبيوتر يسجل الحوارات من مسافة بعيدة ومخبأ داخل سيارته. يقوم العميل جيم بإيقاف السيارة قرب أهداف حددها له الإسرائيليون بواسطة صور وخرائط جوية. يشغل جهاز التجسس الإلكتروني ويتولى ضباط الموساد التحكم به عن بعد. هذا نموذج لإحدى الرسائل المشفرة التي تحتوي إرشادات من ضابط الموساد حول مسار الطرقات والأهداف المرصودة للتجسس. أرادت إسرائيل أن تستحدث بنك معلومات جديد، وكان لها ذلك عن طريق العملاء، وهؤلاء شبكات التجسس يتعاونون مباشرة مع الموساد، وقد دربوا من خلال الوحدة الإلكترونية التي هي تدرب هذه العناصر على الأشياء الإلكترونية. إذا تم توقيف شبكة تجسس إسرائيلية في لبنان وتم اكتشاف معدات إلكترونية معقدة بحوزتهم، ستبقى إسرائيل قادرة على تطوير وسائل تكنولوجية وإلكترونية أكثر تعقيدا لعملياتها المستقبلية. استطاعت إسرائيل اختراق شبكة الاتصالات اللبنانية بالكامل، الخليوية والأرضية وشبكة الإنترنت، من خلال زرع عملاء لها في شركات الاتصالات. عمدوا إلى تركيب معدات تنصت على مقسمات الخدمة، وزودوا مشغليهم الإسرائيليين بكل المفاتيح السرية لبيانات اللبنانيين الشخصية. إسرائيل إذا قادرة عبر تجنيد بعض العملاء توصل للمحطات الأرضية. ليش؟ لأنه حاصلة على خرائط توزيع المحطات، ما يسمى البي تي اس، وبعدين سيطرت إسرائيل على إدارة الكمبيوتر اللي هو بدير، اللي بيسموه النيرفس أوبريشن سنتر نوك، اللي بدير الشبكة. هون إسرائيل بتكون قادرة تحدد مكان وهوية الشخص اللي بيستعمل مثلا جهاز معين وشريحة معينة. إذا عم نحكي عن خليوي، تستطيع إسرائيل أن تنقل كافة محادثات الشعب اللبناني إلى داخل إسرائيل. ومن هنا الخطورة، أن إسرائيل حتى خرقت الخصوصية للمواطن اللبناني. القواعد التجسسية الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية هي جزء من شبكة قواعد عالمية للتجسس تسمى نظام إيكلون. تعتبر قاعدة منويث هيل في بريطانيا، والتي تديرها الولايات المتحدة وبريطانيا، من أكبرها على الإطلاق. تتحكم هذه القاعدة بالأقمار الصناعية وتعترض كل أنواع الاتصالات، وتراقب 90% من المعلومات المتداولة على الإنترنت، مع قدرة على التنصت عن بعد والتقاط حتى ما يكتب عبر نقرات مفاتيح الكمبيوتر أو الكيبورد. أصبح التنصت والتجسس على المكالمات الهاتفية أمرا شائعا لدى أجهزة المخابرات الدولية، مع تطور شبكات الجي اس ام والأقمار الصناعية وانتشار الهواتف الذكية من الجيل الرابع التي تحدد جغرافيا مكان الأفراد على مدار الساعة. هاتف الآيفون أصبح بشكل متزايد جهازا للتعقب ورصد الأماكن. لدي هاتفي الخاص هنا، فلو أردت الآن أن أدخل عبره إلى فيسبوك مثلا، يمكنني أن أريك كيف أن الهاتف سيقوم بتحديد الموقع الذي أجلس فيه في هذه اللحظة. لنعد إلى هذا، اترك لي الهاتف لمدة 30 ثانية، يمكنني أن أزرع فيه برنامجا تجسسيا يجعل من هاتفك ميكروفونا متنقلا. في تلك اللحظة، وحتى لو كان الهاتف مغلقا، سيبقى يرسل إشارات وينقل الأصوات وما يجري في المكان إلى رقم محدد مسبقا.
سمعتوا أنتوا عن خرق اسمه أنه زرع مكالمات بجهاز دون ما صاحب الجهاز يكون عنده علم أنه هو قام بهذا المكالمة. بتم باستخدام الرقم هوية الجهاز وفرديا زرع مكالمة كأنه جاي من شريحة غير هذه الشريحة. إضافة لزرع المكالمات الهاتفية الافتراضية، تستخدم أجهزة المخابرات تقنية زرع البرامج التجسسية في حواسيب الأشخاص المستهدفين والتحكم بها عن بعد. في نوفمبر 2009 نشرت صحيفة الديرشبيغل الألمانية تحقيقا عن خفايا تدمير إسرائيل لما قالت إنه منشأة نووية سورية. ذكرت الصحيفة أن الموساد الإسرائيلي تمكن من زرع برنامج تجسسي يسمى تروجن هورس أو حصان طروادة داخل الكمبيوتر الشخصي لمسؤول سوري كبير كان يزور العاصمة البريطانية شتاء عام 2006 للقاء خبراء من كوريا الشمالية. ما نشر عن اتهام إسرائيل وأجهزتها الأمنية أنهم حاولوا إيجاد طريقة لاختراق الكمبيوتر ونسخ المعلومات التي يخزنها الشخص المستهدف على جهازه، حيث ترصد كل الاتصالات وترسل المعلومات إلى قيادة الأجهزة لفحصها. لا أحد محصن من الانكشاف في نهاية المطاف. إذا كنت مثابرا في إيجاد شخص ما، فإن هذا الشخص لابد أن يقترف خطأ ويكشف عن نفسه. حسب تقرير ديرشبيغل، استطاع الموساد قرصنة كل البيانات والصور المخزنة على كمبيوتر المسؤول السوري، مما أدى إلى فك لغز المفاعل النووي السوري وتدميره في سبتمبر 2007. أكثر العمليات الاستخبارية تعقيداً من حيث الوسائل الإلكترونية كانت مراقبة وقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن على يد قوة كوماندوس أمريكية في 2 مايو 2011 في مدينة أبوت أباد الباكستانية. وحسب تقارير أمنية وصحفية، فقد استخدمت القوات الأمريكية على مدى سنوات أحدث تقنيات الأقمار الصناعية وأجهزة التنصت والتصوير الحراري، إضافة لطائرات تجسس متطورة، وحتى تخزين بصمات العين لآلاف الباكستانيين والأفغان. خبراء الطيران ابتكروا طائرة أطلقوا عليها اسم وحش قندهار، تبدو كطائرة شبح صغيرة ولديها نفس الأطراف المثلثة. هذه الطائرة من دون طيار يمكنها البقاء في الأجواء لمدة طويلة، تلتقط وتحلل كل الحركات الأرضية. كانت تراقب مسكن أسامة بن لادن وترصد حركة دخول وخروج الأشخاص إليه. اشتهر أسامة بن لادن ببث رسائله المتلفزة والصوتية عبر شبكة الإنترنت، مستخدما أساليب احترازية لمنع أجهزة المخابرات من التقاط بصمته الإلكترونية. أسامة بن لادن مثلا، الذي كان مطلوبا من الأمريكيين لعدة سنوات، كان حريصا جدا في استخدام أي وسائل إلكترونية توصله بشبكة الإنترنت أو العالم الخارجي. عندما كان يريد بن لادن بعث رسالة إلكترونية إلى أنصاره، كان يكتب الرسالة على حاسوبه الخاص ثم ينقلها على مخزن منفصل للذاكرة، ويقوم أحد مساعديه بقيادة سيارة إلى مسافة بعيدة لإيجاد مقهى إنترنت معين، ثم يوصل مخزن الذاكرة بكمبيوتر عام داخل المقهى ويبعث بالرسائل عبر حساب بريدي محدد. مع دخول الأقمار الصناعية والطائرات دون طيار والحواسيب والروبوتات، البعد الخامس من الحروب المستقبلية، بدأت وزارات الدفاع وأجهزة مخابرات الدول الكبرى بإنفاق مئات الملايين من الدولارات على استخدام تكنولوجيا النانو المجهرية لتطوير وسائل التجسس والتعقب الإلكتروني. فجهاز النانو كريستلز هذا، الأصغر حجما من قطعة النقود المعدنية، هو رادار مجهري يتم إلصاقه بالجسد،
يصدر ضوءا يمكن رصده بالمناظير الليلية وذبذبات تلتقطها خدمة جوجل إيرث. أما القوات الجوية الأمريكية فتطور نظاما تصويريا للرصد عن بعد يتعرف على الأشخاص من خلال حركة عضلات وجوههم. يجمع خبراء الحروب السيبرية أن لا حدود للفضاء الإلكتروني في تنفيذ الأهداف التجسسية والعسكرية وحتى الاغتيالات السياسية، وأن الأمن الإلكتروني وبيانات الأفراد الشخصية على شبكة الإنترنت هي بيت العنكبوت الواهن الذي لا حماية له بالمطلق. أما تكنولوجيا الاتصال فهي تزداد تفاعلا يوما بعد يوم بعد أن كانت حلما خياليا، كأن تجلس في منزلك ليلا تقلب صفحات تويتر عبر جهازك الذكي وتتصل مباشرة برائد فضاء قابع في مركبته على ارتفاع مئات الأميال خارج الغلاف الجوي. فضاء إلكتروني شاسع بين يديك وبين يدي أجهزة المخابرات أيضا.